ايوه هتبقى خلاص الاولمبيات على الابواب صح؟ فضلت لي 3 شهور هيبقى 3 شهور عندك حاجه في 3 شهور معسكرات خارجيه كلها. كلها. ايوه هيبقى اعداد وشغل ربنا يبعد عنها الاصابات يا ويبقى رب يا رب، هو ده معسكرات دعوتنا ليك خارجيه يا رب يا رب. يا رب يبعد عنك اصابات ويحفظك. طيب النهارده وجود شركه زي روابط والشركات اللي بترعى اللعيبه ودي برضو ادت يعني فرصه ان انت يبقى عندك رعاه اكتر، يبقى عندك مش هنقول طبعا اسامي الرعاه او غيره، ولكن كل ابطال مصر النهارده بيلاقوا منفس وبيلاقوا متنفس، خلينا نقول متنفس للدعم سواء من الدوله او من الرعاه عشان تساعدهم. شايف الموضوع ده انت النهارده 27 سنه اكيد مريت مع 10 سنين على الاقل في الوضع السابق والوضع الحالي، شايف النهارده في دعم جوه الدوله المصريه؟ طبعا ده تكريم معالي الوزير الاول ولا الثاني بقى بعد رجوعك؟ ده الثاني ده بتاع الثاني. الدرع كان فين؟ في المركز الاولمبي، المركز الاولمبي بالقاهره. بس انت كنت مش عارف حاسك خاسس شويه كنت في الصوره دي ولا انا بتهيأ لي عينيا خدعتني؟ دلوقتي خاسس خاسس دلوقتي يبقى فيها، انا شايف في حاجه خاسس فيها مش عارف بقى الصوره ولا دي. طبعا انت بتراقب ميزانك بكل دقه طبعا. المدرب بيوزن قبل التمرين وبعد التمرين. قبل وبعد. لازم نعمل فيه اي حاجه المدرب ده. مفيش ولو لقاك ينزل الصبح الساعه 6 يقدرك، ما صعب انتوا بصراحه. بصراحه بتقاسوا. طيب خليني اقول لك ان الدعم النهارده والتوفير الموارد شايفه احسن، شايف الدنيا للعيب بقى عنده امل ان الدنيا بقت احسن وان انت عايز معسكرات بتلاقي، عايز دعم بتلاقي، شايف الدنيا بقت انت احسن؟ راجل اتكلمت على روابط. روابط هي شركه اداريه ناجحه جدا، بتوفر للاعب كل ما هو محتاجه ما بين توقيتاته في مصر، سفرياته، كل حاجه اداريه هم بيعملوها، شاطرين جدا في الحته دي. بيدور لك على رأي بيوفره لك، بيوفر لك كل طلباتك بالنسبه لدكتور طبي، معد نفسي، دكتور تغذيه، حد بينسق معاك الاعلام زي ما حصل مع القناه. ممتاز. انت بتبقى بس مركز في تمرينك وهم بيلبوا لك كل طلباتك. حلو ده كده احسن، زي الدعم كمان الوزاره المباشر. انت النهارده عامل لينك مباشر مع الوزير يا سيدي، انت عايز اكتر من كده ايه؟ مع الوزير بيتابع كل لاعب بيتأهل وبيدعمه، لانه طبعا زي ما قلت لحضرتك هو نجاح ليه ولمصر، لمصر قبل اي حد، ونجاح ليه ونجاح للاتحاد ونجاح للمصارعه. اي حد جاب نتيجه في المصارعه تتحسب للمصارعه. عبد اللطيف، سمر، كيشو، هيثم، محمد مصطفى، محمد علي جبر، محمد ايهاب، عمرو رضا، كابتن ضياء، اي حد بيجيب نتيجه للمصارعه ده للمصارعه وفي الاخر لمصر. صحيح. احنا بنحب بعض جدا، بندعم بعض. المصارعه النهارده هي من اعظم الاتحادات على ممر التاريخ في النتائج الاولمبيه. عندنا كابتن ابراهيم مصطفى بيكون بطولات باسمه، عندنا كابتن كرم جابر، عندنا كابتن محمد بوجي، محمد عبد الفتاح بوجي. بوجي بوجي رجع اسطوره. يلعب تاني صحيح مش كده؟ لا هو خلاص، هو مع هو كرم بيتمرن مع مين؟ انا شفت صوره كده في حد كمان من اللعيبه القدام برضه رجع يلعب رواد، هو كرم وحد تاني ولا؟ لا كابتن كرم موجود حاليا في المركز الاولمبي بس هو بيتمرن معانا. بس لسه فت الله اكبر كويس يعني قوي، لسه ده يلعب بطل. ده يلعب ده يلعب عادي يلعب يلعب شباب. اللهم صل على النبي ربنا يعني. يزيده. فلا المصارعه زي ما انت قلت ليها باع طويل جدا جدا مع وكنا يعني كنا اكتر ناس حزينه صراحه لما المصارعه بعدت، كنا دايما بنلاقي ميداليه يعني علت يعني سقف طموحاتها. المصارعه لعبه احتكاكيه، بتعتمد الاكبر على الاحتكاك والمعسكرات الخارجيه. كل ما المعسكرات زادت كل ما اللعيبه قربت الميداليه، قربت الميداليه، لان انت بتحتك بالبطل اللي بيجيب اول عالم او ثاني عالم، فانت بتلعب معاه في التمرين. التدريب ده انت بتعمل كل اخطائك فيه وتصلحها، وبتشوف مميزاته وبتنمي مميزاتك وبتصلح في اخطائك، فبتكشف الدنيا بدري. فبتبقى انت عارف ميزانك صعب في ايه يا ابو لطيف؟ قوي جدا. ميزانك صعب، اولا صعب لان انت بتقابل تكتلات عضليه جامده جدا. والله اكبر، انت هتقولي صوره يا جماعه لعبد اللطيف وهو بيرفع ايده كده، يعني هتقولي صوره. انا عايز اقول لك انه لا مش بس ان انت لعبه صعبه، كمان انت ممكن لو انت ميزانك قليل تلعب مع واحد اعلى منك شويه، يعني مثلا لو انت مثلا سي 97 كيلو ممكن تلعب مع ال 100 شويه، صح. تلعب مع تستفاد. هتستفاد صح. انما النهارده انت 130 هتلعب مع واحد 200 كيلو مثلا ولا 150، والله مفيش. بيبقى مثلا اهي الصوره هي الله اكبر يعني، بس انا عايز اوريكم التكتلات العضليه الله اكبر يعني. لا يعني لا ما وزن كناش كويسين قوي في البطوله دي للاسف. الايه؟ كان عندي كورونا ولعبت البطوله بعد ما ربنا شفاني كورونا. بكورونا بثلاث ايام. انت كده انت خاسس شويه كمان كنت فيها. كنت في البطوله دي كنت تعبان جدا. يا خبر ابيض. دي فاكر كانت فين؟ دي حضرتك كانت في تونس، البطوله المؤهله للاولمبياد، ما انساهاش ابدا. لابسين الماسك اهو بتاع كورونا وانت لعبتها وكنت تعبان وعندك كورونا وطلعت وتأهلت. ربنا شفاني قبلها بالتحليل، طلعت العينه سلبيه قبلها قبل البطوله دي بثلاث ايام. يا نهار ابيض. اتحجزت في المجر 18 يوم في المجر في بودابست لان كان عنده كورونا والمدرب بتاعي اياميها قبل اولمبياد طوكيو، كانت البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد. حجزت 18 يوم ورحت، ورحت ازاي وعملت كنت بتمرن ايه؟ في طرقه الاوتيل عشان اجيب ميزاني. الحمد لله كل ده متوثق على الفيسبوك والفيديوهات لسه موجوده.
بتتمرن البطولات اللي كانت عليا في حياتي عشان تجيب ميزانك تحرق، عشان تحرق وتجيب ميزانك. اه دي حضرتك من كان طبعا كان في امن ان احنا ما نخرجش من الاوتيل، لان ما رضناش نتحجز في مستشفى، فحجزوا لنا دور كده في اوتيل، فاستغلنا ان الطرقه فاضيه. كان معايا دكتور محمد ابراهيم، كان عنده كورونا برضو؟ اه كان للاسف كنت انا وهو خدنا العدوى 2019 2020.